مساء الخير. بصل، ثوم وفلفل، دجاج، طماطم، معجون طماطم، ملح وفلفل اسود وبهارات مسكره، بطاطس وبس كذا. ونغطي القدر ونخليها تطبخ على نار هاديه. حاليا باخذ 3 أكواب من الرز العائله واغسل الرز ونسلق الرز مع بهارات صحيحه وملح وزيت او زبده مويه، ونخلي الرز يطبخ لمده 3 إلى 5 دقائق بالكثير وبس كذا. نكون خلصين ونغطي القدر ونخليه على نار هادية لمدة 20 إلى ربع ساعة كذا، وبعدها نقلب القدر. وبس كذا وبالعافية. والطعم من جد من جد جنان.